السلام عليكم. المبادرة العربية للسلام، قال فيها العرب ما قالوا في قصائدهم المعلقة، فهي تاج الممكن وغرة السياسة. هكذا قالوا وزادوا، إنها فن الممكن، وما بعد الممكن فن وإبداع. هذا قول بعض العرب، وأما بعضهم الآخر فيقول إن المبادرة تأتأة ومأمأة في السياسة، لا قيمة لها إلا في حبرها وورقها، هي رهان على سمك في بحر أو على غيمة ماطرة في صيف. المبادرة العربية هل هي ضرورية؟ عنوان حلقة اليوم من تحت الرماد. ضيوفنا رئيس تحرير مجلة محاور استراتيجية غالب قنديل، والإعلامي الأردني سلطان الحطاب. وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الكرامة الدكتور عزازي علي عزازي. ولكن قبل أن نبدأ الحوار نشاهد سويا التقرير التالي. على ذمة الراوي بأنه في قمة سرت الأخيرة في ليبيا كان هناك يبدو مناخ أو أجواء معينة لسحب المبادرة العربية، هذا لم يحدث، ربما لن يحدث أيضا في المستقبل. السؤال، هل المبادرة ضرورية؟ الحقيقة في الواقع الرسمي العربي هناك موقفان. الموقف الذي عبرت عنه قمة الدوحة العربية التي عقدت لنصرة غزة، تحدثت عن سحب المبادرة من زاوية الانتقال إلى مستوى متقدم في إدارة الصراع يناسب ما بلغته العدوانية الصهيونية من عمليات إبادة وتطهير عرقي في السنوات الأخيرة الماضية، وموت عملية التسوية على قاعدة الاندماج الاستراتيجي التام بين السياسات الأمريكية والإسرائيلية، رغم ما يشغل بعض العرب اليوم من تباينات لها صلة بالإخراج السياسي، بالمشهدية السياسية، أو إعطاء الكيان الإسرائيلي فرصة لتمرير المزيد من الأمر الواقع. هذا اتجاه يقول أن المقاومة أثبتت في الوقائع أنها خيار بديل استراتيجيا في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأن على العرب في مناخ موت التسوية أن يسحبوا هذه المبادرة. بالمقابل المتمسكون بالمبادرة سعوا إلى تعديلها في مرات سابقة، يعني هم لا يتبنون كامل النص الذي خرج من قمة بيروت، فهناك منغصات لإسرائيل في ذلك النص تتعلق حق العودة مثلا. بأمرين، حق العودة ومبدأ المرجعيات. يعني نحن نلاحظ في الأشهر القليلة الماضية أن الكلام الأمريكي والإسرائيلي وبيان الرباعية الدولية عن استئناف التفاوض مبني على مبدأ نصف المرجعيات. نعم. المرجعيات التي يعني لا 242 ولا 338 ولا شيء. تماما. هذا ما دفع بالرئيس بشار الأسد للقول أن المبادرة تعنينا من زاوية التمسك بالمرجعيات، طالما أن المناخ العربي غير جاهز، المناخ الرسمي، لمواكبة التحولات الحاصلة بالانتقال إلى الموقف الأرقى. بالمبدأ إذا أردت أن أقول ما أراه كمواطن عربي معني بالصراع العربي الإسرائيلي، معني بالقضية الفلسطينية، أقول أن هذه المبادرة هي غير ذات موضوع ولا صلة لها، لا قائلة منها على الإطلاق. يعني أنت تطرح مبادرة لتسوية إذا كانت توازنات القوى وموقف العدو تسمح بافتراض فرص لتسوية. نحن اليوم في حالة صراع، ونحن في حالة دفاع عن الوجود في مواجهة مخطط للتطهير العرقي، لتهويد القدس، لتصفية القضية الفلسطينية، وهذا يفترض سياسة أخرى، يفترض مبادرة دفاعية. طيب. قومية وليس مبادرة للتسوية. مبادرة أخرى، والمبادرة لا طائل منها، توقف عند هذا التوصيف الذي استعملته سيد غالب قنديل. إليك سيد سلطان الحطاب. الكيان الإسرائيلي يرفض المبادرة، يعني لو على الأقل استشهدنا ببعض المواقف الإسرائيلية. ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية يقول بأن هذه المبادرة وصفة لتدمير إسرائيل. سيبي ليفني الموصوفة بالاعتدال تقول بأنه التطبيع قبل السلام، ومع ذلك العرب يصرون على التمسك بالمبادرة، والكيان الإسرائيلي يصفعهم صفعة
تبع الأخرى، يعني كأنهم يطبقون المقولة القائلة: من ضربك على خدك الأيمن فأدب له الأيسر. إليك سيد حطام. لكن المبادرة بريئة من كل ما يعيشه العالم العربي من ضعف وتراجع، هي جاءت في مرحلة من المراحل عندما تساءل العالم، دول العالم الكثيرة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، مختلف دول العالم، تساءلوا ما إذا كان العرب لديهم تصورا واضحا أو رؤية واضحة في إجمالية في الصراع العربي الإسرائيلي، ما هو موقفهم؟ وقد تباينوا في قطريات مختلفة ورؤى مختلفة، بعضهم كان يدعم المقاومة، بعضهم لا يدعمها، بعضهم يطارد المناضلين الفلسطينيين وبعضهم لا يطارده، وأيضا هناك تصريحات متباينة من مسؤولين عرب يعني قبل يعني المبادرة، إلى أن تمخض العمل العربي في قمة بيروت 2002 عن مبادرة توافق عليها العرب في الحد الأدنى وقبلوها وعرضوها على العالم. وأعتقد أن عرضوها على العالم، عفوا، عرضوها على العالم، يعني أيضا نعم. كأنهم يطبقون مثلا آخر، أنه ركبنا الجمل وحملنا العلم ولم يشاهدنا أحد، ماذا فعل العالم؟ يعني بغض النظر عن الموقف الدولي آنذاك، لأن هذه المبادرة تحتاج إلى رافعة عربية قوية توصلها، وتحتاج إلى جهد عربي يجعل العالم يلتفت. لو جاء العرب بمبادرة مثل هذه أو أكبر منها أو أصغر، فإن العالم لن يلتفت إليهم الآن أيا كانت مبادراتهم، طالما أنهم يفتقدوا الفائدة منها. نعم، أنا أعتقد أن هذه المبادرة خير من عدم وجود أي لا شيء، لأن البديل لهذه المبادرة لا يتوفر حتى الآن على المستوى الرسمي، بدليل أن قمة سرت خير على أي معنى يا سيد سلطان؟ نعم، البديل البديل الرسمي العربي، كأنك تنير منزل الأعمى، يعني أنت أنرت المنزل، ولكن كيف يرى الأعمى؟ البديل الرسمي العربي، حتى قمة سرت التي انعقدت على أرض عربية أخرى مختلفة، بمعنى أن النظام الليبي الذي انعقدت القمة على أرضه وكان في معسكر الرافض قبل ذلك وسوغ ذلك وتوافق العرب في الحد الأدنى، يعني دول القبول ودول الرفض التقت وما زالت تلتقي على هذه المبادرة باعتبارها الحد الأدنى، وباعتبار أن البديل الرسمي العربي لم يتوفر يعني حتى الآن. يعني اختصارا كما تقول، هي خير من لا شيء، خير من لا شيء، وهي الحد الأدنى يا سيد غالب قنديل، خير من لا شيء، يعني لماذا نطلب كل شيء أو لا شيء؟ أنا ريحة الزوج ولا عدمه، يعني لست معنيا بأن أكون محكوما في حساباتي المتصلة بمستقبل الصراع مع العدو الإسرائيلي بواقع النظام العربي الراهن، ليقال أن ما كان هذا أفضل ما كان بالإمكان. أنا أوافق على ما قاله الرئيس الدكتور بشار الأسد من أن ما يعني دولة مقاومة وصمود كسوريا في المبادرة هو المرجعيات، لأن هناك مسعى أمريكيا إسرائيليا لإطاحة المرجعيات بشراكة بعض الحكومات العربية، ولكن دعنا نتوقف أمام بعض المفاتيح المفاهيمية في النظرة إلى الأمر، بالعلاقة مع أهل القضية، مع أصحاب حقوق، مع مواطن عربي يشهد هذه البربرية الصهيونية الفالتة بدعم أمريكي. أولا، ماذا حققت المبادرة العربية خلال ثمان سنوات؟ سجل يا سيد سلطان الحطاب، ماذا حققت المبادرة خلال ثمان سنوات؟ هذه المبادرة كانت مجرد ستارة واهية لتغطية كل التحركات الأمريكية المسخرة في دعم المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية. الأداء العربي الرسمي كله